صراحة. مدام ختام اللحام، أهلا وسهلا فيك على موقع بصراحة. شكرا، أهلا فيكم وينعاد عليكم يا رب. شو تقييمك للعمل بعد 3 مواسم؟ تقييمي عمل كتير مهم، وبتعرفي من رأي العالم ومحط الناس وقدي العمل أخذ ضجة، فهيدا بكبر القلب، وأنا فخورة كتير أني شاركت فيهم 3 أجزاء. شو بتخبرينا عن مشاريعك الجديدة؟ يعني عندي بعد رمضان إن شاء الله عمل سوري مع أستاذ بسام كوسا وأستاذ سيف السباعي المخرج، إن شاء الله بعد رمضان بدو ينعرض. شو عم تحضر أعمال برمضان؟ ما عم بحضر إلا للموت لأنه أنا فيه وبحبه للعمل، لأنه أنا وعم بقرأ قلن هيدا العمل غير، يعني بدو يضرب الضربة العجيبة.